السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أبنائي الطلاب. درس اليوم راح يكون الأنماط العددية للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول. نبدأ بحل تمارين فقرة أتأكد. أحدد النمط ثم أكتب العدد المناسب. يقوم الطالب والطالبة بعد هذه الأرقام بشكل مرتب: 10، ثم بعد ذلك 12، من 10 إلى 12 زاد 2، من 12 إلى 14 زاد 2، من 14 إلى 16 زاد 2. إذن النمط هو زيادة للعدد 2، يعني 16 نزيد معه 2 يساوي 18، وكذلك 18 زائد 2 يساوي 20. إذن في الفراغ نضع 18. السؤال الثاني: من الرقم الأول للثاني 5 إلى 10 تم إضافة العدد 5، 5 زائد 5 يساوي 10. من 10 إلى 15 زاد 5، إذن أيضا النمط زيادة 5. إذن قل له 20 زائد 5 يساوي 25، وبعد ذلك 30. إذن النمط هو زيادة 5. سؤال 3: عندي 20 فراغ 40 تزايد 50 تزايد، فبما أن عندي هنا 40 وبعدها جاء 50، من 40 إلى 50 مقدار النط 10، إذن بيكون مقدار الزيادة 10 بين عدد والذي قبله. 50 زائد 10 يساوي 60، بعدها 70، قبل 40 30 بيكون بهذا الترتيب: 20 30 40 50 60 70 وهكذا. سؤال 4: 110 107. نلاحظ أن بين العدد الأول والثاني تناقص، إذن هنا راح يكون عندي تناقص وليس تزايد. كم نقص من 110 إلى 107؟ نقص 3. إذن نستمر في أن احنا ننقص 3، نشيل من 107 3 فقط، يبقى عندي 104، وكذلك من 104 إلى 101 نقص 3، من 101 إلى 98 أيضا نقص 3، من 98 نقول له أيضا 98 ناقص 3 يساوي 95. ننتقل الآن إلى سؤال 5: ركض ناصر 4 دورات حول الملعب في اليوم الأول. إذن اليوم الأول ركض 4 دورات، وست دورات في اليوم الثاني. إذن اليوم الثاني أصبح 6 دورات، وثمان دورات في اليوم الثالث. إذن يقول لك إذا استمر على هذا النمط فكم دورة ركض في اليوم الخامس؟ إحنا عندنا بعد باقي اليوم الرابع، المطلوب هو في اليوم الخامس. نلاحظ أن من اليوم الأول إلى الثاني كم عدد الدورات التي زادها؟ زاد دورتين، ومن اليوم الثاني إلى الثالث أيضا زاد دورتين. فبما أن قال لي بنفس النمط يعني راح يزيد في اليوم الرابع أيضا 2، يعني 8 زائد 2 يساوي 10. في اليوم الرابع بيكون 10 دورات، في اليوم الخامس أيضا راح يزيد دورتين
يصبح 12 دورة. إذن راح يكون 12 دورة في اليوم الخامس. هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التمارين. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية، أتدرب وأحل المسائل. أحدد النمط ثم أكتب العدد المناسب. أيضا بنفس الطريقة، من 10 إلى 14 زاد 4، من 14 إلى 18 أيضا نزيد بأصابع اليد بالنسبة للطالب والطالبة، راح يكون مقدار الزيادة 4، فنضيف إلى 18 أيضا 4، 18 19 20 21 22، إذن مقدار الزيادة 4، وثم بعد ذلك أيضا 22 زائد 4 26 26 زائد 4 يساوي 30. السؤال الثامن، 13 إلى 18، هنا مقدار الزيادة يساوي 5، مقدار الزيادة 5، من 18 إلى 23 أيضا زائد 5، فبيكون عندي 23 زائد 5 يساوي 28. إذن الإجابة هي 28. نضيف إلى 28 5 يصبح 33، إلى 33 5 يصبح 38. ننتقل الآن إلى سؤال 9، من 28 إلى 24 تناقص نقص 4، أيضا من 24 إلى 20 نقص ناقص 4، يعني نشيل 4، عندي 20 راح نشيل منها 4 ريالات يصبح لدينا 16، إذن الناتج هو 16، نشيل من 16 4 يصبح 12، نشيل 4 يصبح 8، وهكذا. ننتقل الآن إلى سؤال 10، من 63 إلى 60 تناقص نقص 3، أيضا من 60 راح يكون نفس النمط طبعا، من 60 إلى هذا الفراغ راح ينقص 3 يصبح 57، وكذلك من 57 إلى 54 ناقص 3، ومن 54 إلى 51 ناقص 3، من 51 إلى 48 ناقص 3. السؤال 11، 34 إلى 36 مقدار الزيادة 2، راح نزيد على 36 2 يصبح 38، نزيد 2 40، نزيد على 40 2 42، ثم بعد ذلك نزيد على 42 2 يصبح 44. السؤال 12، 71 ثم بعد ذلك 76، هنا يكون مقدار الزيادة 5، من 76 إلى 81 أيضا 5، من 81 بمقدار الزيادة 5 يصبح لدينا 86، ثم بعد ذلك من 91 زيادة 5 يصبح لدينا 96. ننتقل الآن إلى السؤال 13، 105 إلى 100، هنا طبعا مقدار التناقص سالب 5 أو ناقص 5، أيضا من 100 راح ننقص 5 يصبح لدينا 95، ثم بعد ذلك 90، بعد 90 ننقص أيضا 5 بنفس النمط 85. ننتقل الآن إلى السؤال 14، 100 من 100 إلى 110 مقدار الزيادة 10،
من 110 إلى 120 مقدار الزيادة أيضا 10، إذن النمط هو زيادة 10. من 120 بعد ذلك يكون 130 زائد 10، 130 زائد 10 140. هذا بالنسبة إلى المجموعة الثانية. ننتقل الآن إلى المجموعة الثالثة والأخيرة، السؤال 15. يبين الجدول المجاور ما يوفره أحمد يوميا، فكم ريالا يوفر في كل من اليوم الخامس، المطلوب هو في اليوم الخامس واليوم العاشر إذا استمر بهذا النمط. احنا راح نشوف النمط كم مقدار الزيادة من اليوم الأول إلى الثاني، مقدار الزيادة 4. من اليوم الثاني إلى الثالث مقدار الزيادة أيضا 4. من اليوم الثالث إلى الرابع مقدار الزيادة هو 4. إذن سوف يصبح في اليوم الخامس، في اليوم الخامس سوف يصبح نزيد على 16 4 يصبح 20 ريال. نستمر في اليوم السادس، راح نضيف 4 24. إذن اليوم السادس بيكون 24، طبعا المطلوب في اليوم الخامس، هذا هو المطلوب الأول. اليوم السابع، اليوم السابع راح يكون 28، نضيف أيضا 4. اليوم الثامن راح يكون 32. اليوم التاسع راح يصير 36. اليوم العاشر وهو المطلوب 40 ريال. إذن في اليوم العاشر 40 ريال، وفي اليوم الخامس سيوفر 20 ريال. هذا بالنسبة إلى سؤال 15. ننتقل الآن إلى السؤال 16. رسمت هند 6 نجمات في الصفحة الأولى من كراستها و10 نجمات، شوف الآن هذا النمط، الصفحة الأولى رسمت في كراستها 6 نجمات و10 نجمات في الصفحة الثانية، إذن الصفحة الثانية 10 نجمات، ثم 14 نجمة في الصفحة الثالثة 14. إذا استمرت بهذا النمط فكم نجمة سترسم في الصفحة الرابعة؟ الرابعة طبعا راح نشوف الآن النمط من 6 إلى 10 زائد 4، من 10 إلى 14 أيضا زائد 4. إذن مقدار الزيادة من اليوم لليوم الذي يليه هو 4 نجمات، يصير عندي 14 في اليوم الثالث زائد 4 18 نجمة. إذن قل له 18 نجمة. إذن مقدار الزيادة 18 نجمة. هذا بالنسبة إلى السؤال 16. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير 17. الوقت، تصل حافلات إلى المحطة في الأوقات التالية: الساعة 8:15 والساعة 8:45 والساعة 9:15 والساعة 9:45. إذا استمر هذا النمط ففي أي ساعة ستصل الحافلة في المرة التالية؟ احنا طبعا نشوف من 8:15 يعني 8:15 إلى 8:45 مقدار الزيادة نصف ساعة، نصف ساعة. إذن من هذا الوقت إلى هذا الوقت نصف ساعة، وأيضا من 8:45 إلى 8:15 مقدار الزيادة
يعني بينهم فقط 30 دقيقة، نصف ساعة يعني 30 دقيقة، ومن 9:15 دقيقة إلى 9:45 مقدار الزيادة أيضا 30 دقيقة، فراح نضيف على آخر وقت 9:45 راح نضيف عليها 30 دقيقة، راح يصبح لدينا الساعة 10:15 دقيقة. سوف تصل الحافلة في المرة التالية في الساعة 10:15 دقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.